ايوه فهنقول ايه بقى؟ مهم جدا جدا نقول السجاير البيشرب بيشرب ليه؟ ذا بيست انتي ديبريسنت بالانجليزي، بالعربي افضل ماده مضاده للاكتئاب. ما جاش زيها. يا سلام. نيكوتين. نيكوتين. افضل ماده ما جاش زيها، ليه بقى؟ لانها بتشتغل وقت قصير. فانا يعني سريعه. سريع، لا واخد سيجاره 3 ساعات لسه متضايق، اخد واحده تاني بقيت كويس ما اخدش. فهي ذا بيست انتي ديبريسنت، احسن دواء للاكتئاب هو السجاير فعلا. طب تعالى نسال نفسنا بقى سؤال، انا حطيتك في ستريس، انت حل تمام، ميتم، حادثه، الناس كلها تلاحظ ان المدخن يروح مزود السجاير. طبعا الستريس بيوطي النيكوتين في الدم. بيوطي النيكوتين، فالمدخن بيعوضه. عايزه هو كان 5، الاستريس خلاه 2، اروح شارب سجاير كتير جدا ارجعه 5 تاني. تمام، وبعدين بطل بعد كده. ما تسمعش كلامي. فالستريس انا عياري فالت. الاستريس بيوطي النيكوتين فالعيان بيضاع. طيب ما الاكذوبه الكبيره بقى اللي طلعت هنا، اللي يقول لك سجاير لايت؟ ده بيضحكوا علينا. وهقول لحضرتك بيضحكوا علينا ليه وبيضرونا ليه. انا هرجع النيكوتين الى الرقم اللي كان فيه 6 7 بدل بخمس سجاير ب10 سجاير. هو النيكوتين واطي في هذه السجاير لايت طبعا، فانا هشرب اكتر عشان احافظ على الرقم اللي في دمي. فده طبعا خطير جدا. ليه؟ ليه خطير؟ لان ثبت مش النيكوتين المشكله الوحيده في السجاير خالص. الدخان اللي طالع والورق اللي بيتحرق ده والورق الدخان. عشان كده يقول لك انا الدخان ده بيعمل ايه يا دكتور؟ يا سلام، ده سؤال جميل جدا. يقول لك انا هبطل سجاير الحمد لله. بتقابل النزل اخد شيشه بقى. اقول له لا خليك اشرب سجاير. اقول له لا خليك اشرب سجاير ارحم. حجر الشيشه يا استاذ محمود ب80 سيجاره في الدخان. حجر الدخان طبعا. حجر الشيشه ب80 سيجاره، لا خليك اشرب سجاير، اوعى تنقل النقله اللي الناس مطلعاها دي. يقول لك انا هبطل سجاير وهنقل الشيشه، وبعدين يقول لك البايب ما بيعملش حاجه، طب ما في دخان، والسيجار ما بيعملش حاجه، في دخان. اذا نتكلم عن الدخان بقى شويه. الدخان حضرتك بتستنشقه بيريبليس او بيحل محل الاكسجين. يبقى الخليه الحمراء اللي ما ربنا عاملها عشان تشيل اكسجين مش هتشيل اكسجين، هتشيل اول اكسيد الكربون. سم يعني. اللي هو طالع من السيجاره. سم. او السيجار. سم. فانا هبقى عايش بنقص اكسجين. طيب وايه المشكله في كده؟ ملهاش اعراض. ملهاش اعراض. لا هينهج ولا هيكح ولا اي حاجه، ملوش اعراض، نقص الاكسجين. بس على المدى البعيد بيعمل تغيرات في الشرايين يضيع الدنيا. على المدى البعيد. ولذلك دايما اقول للمدخن التدخين العقوبه مؤجله. اقول لك عقوبتك مؤجله بس موجوده، بس محفوظه. يعني تغيراته الحويصلات الهوائيه اللي بتحصل من التدخين بدون اعراض خالص. ممكن يحصل التهاب شعب، العين يكح شويه. ده في ناس طلعت في وقت من الاوقات سنه 65 يقول لك سموكرز كف، يعني كحه المدخنين. يعني صحيح. فيش حاجة، لا مفيش حاجة اسمها كده خالص. خالص. المدخن بيكح يبقى مريض، صدره عنده مشكلة. عنده مشكلة من أول التهاب شعب إلى السرطان. فمفيش حاجة اسمها